السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم عبد الخالق محمد حاجه ناس كتير طلبتها مني وكان عندي الحقيقه فرصه ان انا اجربها من فتره وهي ان انا اركب كارت شاشه على لابتوب القطعه دي انا جبتها من موقع بانجود دي قطعه صغيره جدا وفكرتها بسيطه جدا وهي بتحول من ميني بي سي اي اكسبرس اللي هي الوصله بتاعت البي سي اي اكسبرس اللي موجوده جوه اللابتوب بتاعك لبي بي سي اي اكسبرس كامل وده اللي بيخليك تقدر تركب كارت شاشه عادي او كارت شاشه بتاع جهاز ديسك توب زي ده على لابتوب عادي ايه الفكره في كده وايه المشاكل اللي انت هتقابلها في الموضوع ده إيه الموضوع بكل بساطه هيبقى فيه كام مشكله بسيطه وانا عامه شايفه انه لحد دلوقتي ما زال فكره مش ناجحه الا على بعض الاجهزه المعينه اللي هتكلم عنها في الجزء الثاني من الفيديو اول حاجه انك لازم تفك اللابتوب وتشيل كارت الواي فاي عشان تقدر تركب القطعه دي ودي مشكله لمعظم اذا ما كانش كل الناس الحاجه التانية ان الميني بي سي اي اكسبرس اللي في اللابتوب مش بيدي المجال الكامل للكارت انه يعني ياخد كل الاداء بتاعه او يستخدم كل الاداء بتاعه لانه النسخه الميني فدي كمان مشكله ثانيه المشكله الثالثه انك طبعا مش هتعرف تتنقل باللابتوب بتاعك لانه خلاص هو بقى ديسكتوب بس على صغير شويه والمشكله الرابعه والاهم ان الكلام ده كله كمان بيحتاج باور سبلاي عشان يشغل كارت الشاشه ده فدي كلها طبعا تعتبر مشاكل التنفيذ الحلو فعلا للموضوع ده هي اجهزه اللابتوب اللي فيها وصلة ثاندر بولت فواسطة الثاندر بولت تقدر تركب بيها بوكس خارجي بيبقى جواه كارت شاشة البوكس ده بواسطة الثاندر بولت بس اللي هو السلك واحد بس والبوكس بيبقى شكله شيك ولطيف كده تقدر توصله على اللابتوب بتاعك اللي فيه تقنية ثاندر بولت وتشغل كارت الشاشة زي ما انت عاوز بأداء ممتاز جدا على اللابتوب بتاعك التقنية دي موجودة في بعض اللابات زي ريزر بليد ستيلز وموجودة من بعض الشركات زي ريزر وإيدين وير وجيجا بايت وكذا شركة تانية والحقيقه ان ده التنفيذ الحلو للفكره دي، لكن لو انت عندك لابتوب من غير ثاندر بولت او عندك لابتوب اقدم شويه فالحقيقه ان وسط الميني بي سي اي دي مش عمليه خالص. لو حد منكم مهتم ان احنا نجرب موضوع ثاندر بولت في فيديو من الفيديوهات القادمه ياريت تقول لي برده تحت في الكومنتات لو حاجه زي دي تهمكم او لا. فيارب يكون الفيديو عجبكم، كان معاكم خالق محمد، سلام.